أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية افتتاح عدد من المشروعات التنموية بقرى محافظة أسوان. شمالا أو جنوبا وفي كافة ربوع مصر يترك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بصمته في خدمة الفئة الأولى بالرعاية. فهنا في جنوب مصر داخل محافظة أسوان يفتتح التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى كياناته عددا من المشروعات التنموية التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي. في محافظة أسوان يمكن أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا عاملين مشروعات بحوالي 30 مليون جنيه. المواطنين هنا بالذات الأكثر احتياجا لازم يعيشوا حياة آدمية وحياة كريمة فعلا زي ما السيد وسام فتح السيسي دايما بيقول لنا. طبعا إحنا ننظر الحاجة وين الناس وشنو حاجتهم، يكون عندنا دراسة ميدانية بالبداية بالتعاون مع الجمعيات المتواجدة مثل صناع الخير، فهم يسوون الدراسات وإحنا هني نشرف عليها ونطالع ونتأكد من فعلا الحالات هذه محتاجة، ومن هني نسوق حق المشاريع الخيرية هذه ونكفلهم إن شاء الله في هذه. مسجدان تم افتتاحهما بقرية بلانة مركز نصر النوبة، أحدهما أنشئ على مساحة 140 مترا ويسع ل400 مصلي، والآخر تم رفع كفاءته بالإضافة إلى دار حفظ للقرآن الكريم. الجامعة كان تطوير يعني مش زي الأول، دلوقتي اللهم صل عليه ما شاء الله ربنا يصلح لنا وحالهم، يعني وضبوا الجامعة تاني وعملوا ترميمات تاني وعملوا ركبوا المكيفات تاني. أقرب كلمة أن أقولها أنه العمل فيه سخاء من العمل، حب يعمل حاجة لأهل المنطقة. قرب الجامعة للبيوت حاجة تانية يعني، فطبعا الواحد بدل ما يروح يصلي بعيد يصلي في المكان القريب عليه. وفي إطار مساهمة التحالف في رفع كفاءة البنية التحتية وحل مشكلات عانى منها المواطنون هنا بقرية بلانة، تم إنشاء محطة تنقية مياه للشرب يتم ضخها للأهالي طبقا للمواصفات القياسية. نشكر كل المسؤولين على المحطة، عشان في ناس كثيرة كانت بتتضرر من المياه دي، فدلوقتي هتشرب مياه نظيفة وهتشرب مياه وانت مطمن يعني. مياه نظيفة ومياه قريبة هنا غير الأول يعني. وفي ظل جهود التحالف بقطاع التمكين الاقتصادي الذي يعد أهم المحاور في مساعدة المواطنين، تم تسليم مراكب صيد حديثة ل24 من صغار الصيادين من أهالي مركز كومومبو بالإضافة إلى أجهزة صيد، وذلك بتكلفة إجمالية تقارب 1,500,000 جنيه. بارك الله فيهم، ساعدونا بما يرد الله، نكون برضو متلتتين شوية يعني في المعيشة دي، فهم سهلوا علينا حاجات كثير. استلمت مركب حضرتك تمام، ونشكر جمعية صناع الخير التحالف الوطني انهم ساعدونا، وده مصدر رزق طبعا للاهالي. المركز دي هي يعني روحي ودراعي واكل عيشي يعني، بصراحه حاجه حلوه ويوم عيد هو يعني. مشروعات تعكس كم المجهودات المبذوله من قبل التحالف الوطني من اجل الفئات الاكثر احتياجا والتي يجني ثمارها المواطنون في كل انحاء مصر.